رجا جوي. بشرو انا ما غبرش مازال موجود ديما حاضر يعني ف بعد نهايه المشوار ديالي يعني الكروي اللي كان الحمد لله يعني ناجح بالنسبه لي انا كأي لاعب يعني لعب الكره ولا شيء خصو يبقى في الميدان. فبالنسبه لي انا تاجلت لعالم التدريب فانا مؤطر حاليا يعني في فريق رجاء البيضاوي كنوجد ان شاء الله لي ديبلوم ديالي باش نكون يعني حتى انا مدرب ان شاء الله للكتاب. الفراغ يعني مع العائله اول حاجه في التدريب يعني مع الفئات الصغرى ديال الرجاء كاين اوقات اخرى يعني كان مباريات يعني مع الاصدقاء مع اللاعبين القدامى اللي كنكونوا دائما مجموعين مع بعضياتنا كنسافر بعض المرات هذه هي هذا هو الوقت اللي كندوز يعني في اغلب الاحيان ضروري يعني كفريق اللي لعبت فيه واللي تكونت فيه واللي اعطى اسم بوشروان فاكيد انا دائما انا متابع الفريق ديالي عن قرب عندي اتصالات مع اللاعبين اللي كيلعبوا حاليا لانهم اصدقاء ديالي وكذلك يعني في المباريات كنكون حاضر حتى في التدارب بعض المرات كنكون لانه بحكم العمل ديالي يعني في ملعب الوازيس ف كاين بعد المرات كنتلاقاو يعني في التمارين. بالنسبه لي انا ازمه يعني ماشي غير حاليا ما كانتش ازمه راه كانت في السنتين اللي فاتوا التراكمات اللي خلات هذه الازمه تكون يعني في هذا الموسم يعني بشكل كبير. اظن ان الازمه كاينه لكن النتائج الحمد لله هي اللي طاغيه على هذه الازمه هذه واخا يعني ازمه كنقولوا يعني مشكل ديال الفلوس مشكل ديال الملاعب مشكل بزاف المشاكل اللي كتخبط فيها الرجاء لكن الحمد لله يعني بالقياده ديال فاخر فالازمه يعني كتكون يعني من جانب اخر ما كاينش يعني ازمه نتائج لكن لو ما كانش نتائج فتكون ازمه كبيره بالنسبه للرجاء لان الجمهور كتهمو النتيجه هي اول حاجه عاد من بعد نشوف الازمات الاخرى. الرجاء ان شاء الله تغلب على هذه الازمات هادو لان الرجاء عندها الناس ديالها اللي غادي يوقفوا معها ان شاء الله وكنتمنى يعني في اقرب الوقت لان المشروع ديال الرجاء الثلاث سنوات اللي جايه فمشروع كبير ان شاء الله بقياده ديال الفاخر فخصنا نرجعوا للواجهه الافريقيه اولا لان الرجاء دائما كل سنه كانت كتلعب في المنافسات الافريقيه فخصنا نرجعوا لهذه المنافسه هذه لان الوجه ديال الرجاء كيبان في المنافسات الافريقيه والمنافسات الكبيره فان شاء الله بتضافر الجهود ديال الجميع لانه شخص او شخصين ما يمكنش يحلوا هذه الازمات هذه فان شاء الله كما قلت لك الناس ديال الرجاء يرجعوا للرجاء ويحلوا المشاكل ديالها باش ان شاء الله تكون انطلاقه. كل تاكيد يعني الكونديسيون اللي صعاب هما اللي في افريقيا بحكم ملاعب كنتكلم يعني الفتره اللي السنوات يعني بدايه الالفينات حاليا اظن ان الامور تحسنت بشكل كبير ما بقاش هذوك المشاكل اللي كنا كنعانيو منها يعني في المستوى النقل على مستوى الملاعب على مستوى السكن فكانت الامور صعيبه بزاف لكن الحمد لله يعني الامور تحسنت دابا ولا السفر يعني ممكن سافر يعني قبل بيومين تلعب مباراه وترجع في نفس اليوم فهادشي ما كانش قبل كنت كتسافر اسبوع قبل وتجي من بعد اسبوع فالامور تحسنت الحمد لله كان لي شرف اني نلعب يعني في منافسات يعني مختلفه اوروبيا وكذلك اسيويا وافريقيا فهذا شرف ليا فالحمد لله يعني في اسيا يعني لعبنا النهائي انهزمنا يعني في النهائي 2-1 اوروبا يعني لعبنا ضد فرق كبيره مانشستر بنفيكا فيلاريال في هذاك الوقت مع ليل الفرنسي وفي افريقيا الحمد لله يعني كان مشوار طويل وحصلت على القاب وحصلت على القاب شخصيه هداف يعني
المسابقات كأس الاتحاد الإفريقي وكذلك تشامبيونز ليغ العامين متتاليين، فالحمد لله على شرف ليا كما قلت لك. أنا ريالي، قبل ما يوصل السؤال ديال ريالي ولا بارساوي، فأنا ريالي. كنت كنتابع ريالي يعني من سنوات قديمة، يعني في العهد ديال زيدان، راؤول، روبرتو كارلوس، والجيل الذهبي لريال مدريد. الهدف اللي كان يعني كان إحساس كبير بالنسبة لي وإحساس جميل، لأنه تسجل يعني هدف ضد فريق كبير وفريق اللي عنده 11 لقب على مستوى الشامبيونز ليغ، فهذا شرف لي وشرف أي لاعب مغربي. فالحمد لله يعني الهدف التاريخي اللي سجلت هي الهدف ضد ريال مدريد اللي كان في الملعب ديالهم. فأول حاجة يعني تكون عندك يكون عندك شرف أنك تلعب في هذاك الملعب اللي هو تحفة تاريخية بالنسبة لأحسن فريق في العالم في القرن الماضي. صحيح، علاش درت قهوة؟ عادي، لأنه ماشي اللعابة هو اللي كيديروا قهوة، فالناس العاديين تما راه عندهم قهوة، ما يمكنش تكون 25,000 قهوة كاينة في كازا بوحدة لكل هذه اللعابة، ما يمكنش. فهذا مشروع اللي كيكون بالنسبة للاعب يعني مرتاح، ما كيكونش فيه مجهود كبير باش تخدم فيه، لان عندك اشغال اخرى ما يمكنش تقابل يعني 24 ساعه على 24 ساعه هذا المشروع هذا. فدرته باش هذيك الاموال اللي الحمد لله اللي ربحنا نستثمروها في حاجه اللي تكون ايجابيه بالنسبه، باش يبقى عندك مدخول قار وتكون يعني دائما مرتاح على المستوى المادي. هذا هو اللي كاين. شنو نقول لك، يعني ذكريات جميلة كلها كانت مع الرجاء. ف احسن ذكرى هي شنو نقول لك، هي الفوز بالبطولة اللي كنا يعني في اخر مباراة، كنا كنتسناو مباراة الجيش والكوكب، وكنا احنا يعني الكل قال صافي يعني 2004 كنا لعبنا ضد نادي القنيطرة في القنيطرة والجيش مع الكوكب مراكش يعني في الرباط، وكنا يعني الجمهور كله كيقول بان صافي الامور تحسمت للجيش الملكي، لكن الكوكب يعني حتى لاخر دقيقه في المباراه سجل هدف تعادل اللي كان بالنسبه لنا حنا ربحنا يعني حنا ب 4 لواحد مع نادي القنيطري. وكنا يعني كنا غير عاديين، ما كناش معولين بان راه نديو بطوله، حتى التيران يعني كان الجمهور قليل جدا، لكن الامور تحسمت لنا وفزنا ببطوله. كان مدرب كازيميرو واحد برازيلي البرتغالي وسخف لينا في هذيك المباراة. كانوا كيقولوا رجاء جوي صافي، هذه كيقولوا العود البياض يا بابا ابو شروان يا بابا، هي هذه اللي كانت هذه الاغنية اللي كانت في البداية ديالي. يلاه كنت وكان الجمهور ديال الترجي تا هو كان كيغني بوشرو انا علي علي حط الكرة في الفيلي علي اون فاغاني. اغنية شنو ما كان؟ اغنية شنو نغني صافي رجاء جوي طول طولة طولة عادي عاودة صافي باركة.